ماذا تعرف عن سور الصين العظيم؟ سور الصين العظيم أو بالإنجليزية Great Wall of China هو سور يقع في الصين ويمتد على مناطق واسعة منها، وهو من أكبر المباني المعمارية المشيدة في العالم وأطول سور في العالم، ويعود تاريخه لأكثر من 2300 عام. يتكون سور الصين العظيم من عدة أسوار مبنية بشكل متوازي، بنيت على مدى ما يقارب 2000 عاما عبر مناطق شمال الصين وجنوب منغوليا، ويعد الجزء الأكبر والذي يعد من أكثر أجزاء السور حفظا من الأجزاء التي بنيت في عهد سلالة مينغ الحاكمة. أما الأجزاء المتبقية فهي عبارة عن سور مبني تتخلله خنادق وحفر اليوم. اليوم لم يتبقى الكثير من أجزاء السور، فمعظمها اختفى أو تعرض للدمار، ولأهميته تم إدراجه على لائحة اليونسكو للتراث والثقافة سنة 1987. يبلغ طول سور الصين العظيم 21,196 كيلومتر، وقد بني أثناء حكم عدة سلاسل حاكمة في عصور مختلفة. بنت كل منها جزءا من السور باستخدام أجزاء قديمة منه وزيادة أجزاء جديدة، حتى وصل طوله الإجمالي إلى الطول الحالي. وقد امتدت فترة بنائه بين أعوام 221 قبل الميلاد وحتى سنة 1644 ميلادي. أما السور الموجود اليوم فيعود معظمه إلى السور الذي بنته سلالة مينغ الحاكمة، التي حكمت بين سنتي 1368 وحتى 1644، وأخذ بناء السور في فترة حكمها أكثر من 100 عام لإكماله. يعود بناء سور الصين العظيم إلى القرن الثالث قبل الميلاد، والعديد من الحصون الموجودة في السور يعود تاريخ إنشائها إلى مئات السنين. قبل ذلك قسمت الصين إلى عدد من المماليك أثناء حقبة المماليك المتحاربة، وفي سنة عام 2020 قبل الميلاد أصدر تشين تشي هوانغ أول ملك للصين المتحدة أمرا بإزالة الحصون القديمة ودمج الأسوار القديمة المبنية على الحدود الشمالية وتشكيل سور واحد يمتد لأكثر من 5000 كيلومتر، بغرض حماية الصين من الهجمات القادمة من الشمال. وعند بدء عملية بناء سور الصين العظيم أدارها الجنرال الصيني المشهور مينغ تيان، واستعان بجيش ضخم من الجنود والأشخاص المدانين وأشخاص من العامة لمساعدته في بناء هذا السور المعروف بضخامته. ولبناء السور استخدم التراب والحجارة، وقد امتد السور من ميناء شان هيغوان الذي يقع في بحر الصين وحتى مقاطعة قانسو لمسافة 3000 ميل، وهي الموافقة ل4828 كيلومتر. وفي بعض المناطق الاستراتيجية تداخلت أجزاء من السور لتحقيق أقصى قدر من الأمن، وتراوح طول قاعدة البرج بين 15 إلى 50 قدما، أي بين 4.6 وحتى 15 مترا، ويبلغ ارتفاعه حوالي ما بين 4.6 متر إلى 9.14 متر. وكان فوقها أسوار بطول 3.65 متر أو أعلى، ووزعت أبراج الحراسة على طول السور. بعد موت تشين تشي هوانغ وسقوط سلالة تشين الحاكمة، تعرضت معظم أجزاء سور الصين لحالة سيئة فساء وضعها. وبعد سقوط سلالة هان الحاكمة التي حكمت من 206 قبل الميلاد وحتى 220 ميلادي، حكمت شمال الصين سلسلة من القبائل المتتابعة كان أكثرها قوة سلالة وي الشمالية، التي حكمت بين سنتي 386 ميلادي وحتى 535 ميلادي. وقد أصلحت هذه السلالة السور القائم للدفاع ضد هجمات القبائل الأخرى ووسعته، ثم قامت مملكة باي تشي وبنت وأصلحت أكثر من 900 ميل من السور. ثم قامت مملكة سوي لفترة قصيرة، ولكنها لعبت دورا فعالا في إصلاح سور الصين العظيم وتمديده عدة مرات. مع سقوط مملكة سوي وظهور سلالة تانغ، فقد سور الصين العظيم أهميته كحصن منيع، حيث هزمت الصين قبيلة توجو في الشمال وتوسعت بعد الحدود الأصلية التي يحميها السور. وأثناء عهد سلالة سونغ أجبر الصينيون على الانسحاب تحت تهديد من شعوب لياو جين في الشمال، حيث استولوا على العديد من المناطق على جانبي سور الصين العظيم. بعد ذلك ظهرت سلالة يوان
المنغولية التي أنشأها جنكيز خان، وسيطرت في نهاية المطاف على كل من الصين وأجزاء من آسيا وأقسام من أوروبا. وعلى الرغم من أن صور الصين العظيم لم يكن ذا أهمية تذكر للمغول من ناحية التحصين العسكري، إلا أنهم كلفوا الجنود بإصلاح السور لحماية التجار الذين يسافرون على طول الطريق التجارية المربحة التي أنشئت في هذه الفترة. كان لصور الصين العظيم دور مهم عبر التاريخ من الجانبين السياسي والعسكري على حد سواء. ففي منتصف القرن السابع عشر ميلادي هاجمت شعوب المانشو بكين عبر سور الصين العظيم قدوما من وسط المنشورية وجنوبها، مما أدى في نهاية المطاف إلى أجبار سلالة مينغ على الاستسلام، ومن هنا بدأ حكم سلالة تشينغ الحاكمة. وما بين القرنين الثامن عشر والعشرين برز سور الصين العظيم كرمز قومي للصين عرفت فيه في العالم الغربي، ورمز مادي ومعنوي لمدى قوة الصين، كما شكل الدرع الذي دافعت به الصين عن نفسها كبلد ضد التدخلات الخارجية. أما اليوم فيحمل السور أهمية معمارية كأبرز تحفة معمارية في التاريخ، حيث يتميز هذا السور بكونه الصرح الوحيد الذي بناه الإنسان ويمكن رؤيته من الفضاء.